إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي وأخواتي في الله، أحمد الله عز وجل على أن أحيانا لهذه الجمعة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الجمعة جمعة مباركة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. ثم أما بعد إخواني وأخواتي، نحن نعيش ونرى الفتن في هذه الأيام، وقد فتحت الدنيا للناس والناس يتقاتلون في هذه الدنيا ومن أجلها ولأجلها، وهذه الدنيا قد تزينت بكامل زينتها والناس يبحثون ويتقاتلون ويكدون ليلا ونهارا من أجل هذه الدنيا الدنيئة. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. كما أشرنا من قبل، ووالله الذي لا إله إلا هو، لو قامت الدنيا بأكملها ولو اجتمع الناس ليتعاونوا ليساعدوا شخصا واحدا، ووالله ما زادوا لقمة على ما كتب الله له سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل في كتابه: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أين الملوك وأين الأغنياء وأين أصحاب الأموال وأين أصحاب الجاه والرئاسة وغير ذلك؟ أين هم الآن؟ تدبروا معي هذه الآية الكريمة. ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفرأيت إن متعناهم سنين. أيها الرسول، وإن كانت الآية نزلت على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الآية لكل من آمن به. إذن فالآية لك أخي المسلم وأختي المسلمة، الآية لك. تدبر معي قول الله تبارك وتعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون. يعيشون في الملذات ويتمتعون كما يتمتع الأنعام في هذه الدنيا، ولكن الله عز وجل
يعطي الدنيا لمن يريد ولمن لا يريد، لأن الدنيا ما تساوي عند الله جناح بعوضة. فتح الله تبارك وتعالى لمن يشاء ولمن يريد من الأموال ومن القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والحرث والأنعام وغير ذلك، كل ذلك متاع الحياة الدنيا. ثم بعد ذلك جاء الموت، جاءت النهاية. تدبروا معي إخوتي في الله، كل واحد منا يقول مستقبلي ومستقبل أولادي، مستقبل أولادي. وهل علمت ما معنى المستقبل؟ المستقبل الحقيقي الجنة أو النار. اشتغلت، عملت المال، جمعت المال، درست، أخذت الشهادة، ثم ماذا؟ حصلت على عمل، ثم ماذا؟ حصلت على مصلحة، على بزنس، ثم ماذا؟ حصلت وحصلت وحصلت، ثم ماذا؟ المستقبل الحقيقي إما الجنة أو النار. فكل ما تجمعه إما يكون، وأسأل الله عز وجل أن لا يعذب هذه الوجوه النيرة، أسأل الله عز وجل أن لا يعذبنا في النار، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، والله لا المال ولا السيارة ولا القصور ولا العمل ولا المصلحة ولا الأموال ولا الأولاد، أبدا ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فهذه تذكرة وهذه نصيحة، نصيحة لي ولكم ولكل من يسمع هذا الكلام. يقول الله تبارك وتعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. قبل أن نتكلم عن هذه الآية نعود إلى الآية السابقة: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. مهران بن ميمون، ميمون بن مهران رحمه الله رحمة واسعة، وهو من الأتقياء ومن الصالحين، وكان كاتبا لعمر بن عبد العزيز رحمهم الله جميعا ورضي عنهم. فيوما من الأيام أحس قسوة في قلبه، فطلب من ابنه عمرو: يا بني خذني إلى الحسن البصري. فأخذ أباه إلى الحسن البصري وطرق الباب، وخرجت جارية قالت: من؟ قال: ميمون بن مهران. قالت: يا شقي، ما أبقاك لهذه الأيام السوء؟ فبكى رحمه الله، فخرج فسمع الحسن بكاءه ثم خرج فتعانقا. قال: يا أبا سعيد، وجدت في نفسي قسوة، أحس في نفسي في قلبي قسوة، فألن لي. فقرأ عليه تلا قول الله تبارك وتعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فخر مغشيا عليه، فبكى الحسن البصري أيضا، ثم دخل الدار. ثم بعد ذلك قالت الجارية: أخرج من هنا، قد أتعبتم الشيخ، أزعجتموه. ثم أفاق، فقال له ابنه عمرو: يا أبتي
تقول لي الحسن الحسن الحسن، وظننت أنه أكبر من ذلك وأكثر من ذلك، والآية أنا أحفظه. ماذا قال؟ قال: يا بني لقد تلا عليك آية، لو فهمتها لجعل في قلبك كلوما، أي جروحا. فلماذا نقرأ القرآن ولا نتأثر؟ لأن التدبر مفقود، لأن فهم الآيات مفقودة، الفهم مفقود، المعاني مفقودة عندنا، لأننا لا نتمتع بسماع كلام الله عز وجل أو بقراءتها. إذن أين الملوك وأين الأغنياء وأين أصحاب الأموال؟ نعم، وأنذرهم يوم الحسرة، يوم الحسرة، يوم القيامة، يوم الحسرات، يوم الندامة، ويوم الأسى، ويوم الحزن. نعم، في ذلك اليوم لا ينجيك بعد رحمة الله عز وجل إلا العمل الصالح، والله لا ينجيك إلا العمل الصالح بعد رحمة الله تبارك وتعالى، إلا الصالحات. ليست جمع الدنيا وليس جمع الأموال. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فإذا كان الأولاد والأموال أبعدتك عن ذكر الله عز وجل وعن عبادة الله عز وجل وعن طاعة الله عز وجل، وأبعدتك عن التعلم على حقوق الله تبارك وتعالى وعلى حقوق الناس، وإذا أشغلتك هذه الأموال والأولاد عن قراءة القرآن، عن تدبر كتاب الله عز وجل، وعن الأخذ من القرآن لتكون من السعداء، إذا أشغلتك فلا تلومن إلا نفسك، لا تلوم أحدا من الناس، لأن الله عز وجل أمرك، لأن الله عز وجل أحذرك، لأن الله عز وجل أنزل عليك من الآيات لو نزلت على الجبال لدكت ولاضمحلت. يا أيها الذين آمنوا، فأنت من المؤمنين أخي المسلم، أنت من المؤمنين إن شاء الله، والله تبارك وتعالى يخاطبك أنت: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فإذا كان الذكر هو التسبيحات، إذا كان الذكر الصلاة، إذا كان الذكر قراءة القرآن، إذا كان الذكر العمل في الصالحات، إذا كان الذكر هو الابتعاد عن المحرمات، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأي خسارة بسبب الأموال وبسبب الأولاد تتعذب في نار جهنم، وأي خسارة أشد من هذا؟ وأي خسارة أشد من أن لا تكون من أهل الجنة؟ وأسأل الله أن يجعلكم جميعا من أهل الجنة، والكلام ليس خاصا لشخص واحد، إنما للجميع. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويقول الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز: يا أيها الناس، وهذا الخطاب، هذه الآية لجميع الناس، وأنت أخي المسلم من الناس. إذن الآية تخاطبك، ربك سبحانه وتعالى يخاطبك أنت: يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أنت من الناس، فلا تغتر بزخارف الدنيا، لا تغتر. ووالله وأقولها وأعيد هذه الكلمات: ووالله الذي لا إله إلا هو، مهما فعلت ومهما حصلت ومهما جهدت ومهما بذلت من الجهد، ووالله لا تزيد لقمة على ما كتب الله تبارك وتعالى لك،
إذن لماذا؟ أين هذه القناعة؟ هل فهمت ذلك؟ كن على يقين لا تزيد اللقمة على ما كتب الله تبارك وتعالى لك. وهذا ليس معنى أجلس في البيت لا تعمل ولا تخرج، خذ بالأسباب، ولكن لا تغتر، لا تغتر بالدنيا، تبتعد عن ذكر الله عز وجل، تبتعد عن طاعة الله تبارك وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت الآخرة همه، من كانت الآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت همه الدنيا، ومن كانت همه الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل الفقر بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. إذن أين هذه القناعة؟ وأين هذا الإيمان؟ والله الذي لا إله إلا هو لا تزيد ولا تنقص، فارض بما قسم الله تبارك وتعالى لك من الحلال، هذا هو الخير. والله الذي لا إله إلا هو خزائن الخير والشر عند الله، وإن كان الحديث في لمناسبة أخرى، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خزائن الخير والشر عند الله، خزائن الخير والشر عند الله، ومفاتيحها الرجال، فطوبى لمن جعله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، وويل لمن جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. فالعمل في الحلال نعمة عظيمة من الله عز وجل، وأكل الحلال نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى. إذا كنت ستسأل عن الحلال فكيف بالحرام؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يأكل مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أشرف من وطئ الحصى بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هما وهم يأكلون، قال لهما: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. سبحان الله، يأكلون في الحلال، ومن؟ أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وهو يقول: ستسألون عن هذا النعيم. فإذا تسأل عن الحلال فما بالك بالحرام، إذا ستسأل عن الحلال فما بالك بالحرام. إذن أخي المسلم، لا تغتر بهذه الدنيا، ووالله النهاية الموت، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. My brothers and sisters, today I want to mention some meaning of some ayat and hadith about this dunya and the people, how they dealing with the dunya, and about the fake beauty of this dunya, the temporary beauty of this dunya, and how these people dealing with the dunya. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, Shaytan made the dunya beautiful for the people. Shaytan made the dunya beautiful for the people. And I think we mentioned a while ago
The dunya is like a beautiful woman. Everybody want to marry her. And she lives with a disease, many type of disease. And nobody knows about her disease. But whoever get to her, he gonna destroy himself. And the dunya, similar to this. Dunya is a poison. This dunya, this life, the dunya, beautiful. From the outside is beautiful. And this beauty pull you. Everyone running. Everyone want to get it. Everyone want to have it. Everyone. And in the end of the situation, nobody getting anything more than what Allah subhanahu wa ta'ala have right for him. If you have a degree, if you have whatever you have, you're not gonna get more than what Allah subhanahu wa ta'ala have for you. Then think about yourself, from where you getting your wealth, how you doing in this dunya. Everybody thinking about the future, my kid's future, my future or my kid's future. The real future is Jannah or hellfire. You know, whatever you making, the end of the situation, you're going to leave it. You're going to die. You study, you graduate, then what? It's going to, death coming to you. You have a business. You're doing good. So what's that? What's the future? You're going to die. You're going to leave it. So whatever you're doing, the end of the situation you're living. So the future, the real future, which is forever in Jannah or in the hellfire. So what kind of future are we talking about? This is shaitan making people busy with this fake example. My kid's future. Our future. Your future is the akhirah. So if you worry about your future, so build your future today, from today, for the akhirah. You are temporary here. When you travel to a city, when you travel to another country for a couple months, you're not talking about the future of these two couple months. You're talking about your place, your city, your kids. So this is also similar to this. So the future, the real future is the akhirah. Is the Jannah or hellfire. So if you're thinking about your future, build your future today. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, O people, the promise of Allah subhanahu wa ta'ala is truth. It's going to happen. Meaning you're going to die. You're going to leave. And you're going to be judged for your actions. You're going to stand up in front of Allah subhanahu wa ta'ala. It's true. You're not going to miss it. You're going to stand up in front of Allah subhanahu wa ta'ala. And then Allah subhanahu wa ta'ala said, don't let the dunya to trick you. Don't let the dunya to keep you away from the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. Don't let the dunya to keep you away from the ibadah, from the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. One single, one letter in the Quran, just one single letter, 10 rewards. If you read the whole page, probably a couple thousands of rewards. Imagine if we have every salah, $10-$15. Anybody come to the masjid, he's going to receive $10-$15. You're not going to find a place. You're not going to find a place. We have to build another place or make it bigger. Because the people, maybe some people, even in general, they don't pray, but because of the money, they're going to come for the $10. $10. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. So what about the reward of the salah? What about the reward? We mentioned about that, you know, the reward of the salah last week. So Allah subhanahu wa ta'ala said, don't let the dunya to keep you away from Allah subhanahu wa ta'ala. From the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. Dhikr of Allah, if the meaning of this salah, don't let the dunya to keep you away from the salah. Don't let the dunya to keep you away from the tasbihat.
Don't let the dunya keep you away from the Quran, from learning of the religion. Don't let the dunya to keep you away. Because you're building a future, which is the akhirah. The future is not in this life. This life is a temporary. Temporary, always, anything. If you give example for anything temporary, there's no future for the temporary stuff. And that the whole life is a temporary. So the real future is the akhirah, the day of judgment. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, before the ayah, one of the righteous people, Maymun ibn Mahran, he was one of the righteous people. And he was the writer of Umar ibn Abdul Aziz, the fifth Khalifa. Rahimahullah, rahimahumullahu jami'a wa radhiya anhum. So he got old. And then one day, he feel like there's some harshness in the heart. He asked his son, Amr. He said, take me to Hassan al-Basri. He took him to Hassan al-Basri. He knocked the door. And then he came out. Before he came out, you know, the servant, she came out. She said, who are you? He said, Maymun ibn Mahran. So she says something wasn't nice. So he started crying. And then Hassan, he heard he's crying. He came out. They hugged each other. And then he said, Ya Aba Sa'id. This is the last name of Hassan al-Basri. He said, Ya Aba Sa'id. You know, I feel harshness in the heart. Can you please tell me something to make it soft? And then he recites few ayah. Some of the meaning of this ayat, Allah subhanahu wa ta'ala told the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, and the ayah is for every single Muslim. The ayah came down to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, but the ayah is for everyone believing Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment and believing the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Are you not seeing the people who Allah subhanahu wa ta'ala give him life and give him dunya for many years, for some years? They have money, they have wealth, they have, you know, land, they have houses, they have cars, they have everything. Look to the people, to the rich people before. Min Qarun to the Qarun of these days. Where they are. What happened to them? What their wealth did for them? Nothing. So Allah subhanahu wa ta'ala, He's asking every Muslim to look to the people who Allah subhanahu wa ta'ala gave him this, gave him dunya. The beauty of the dunya. And Allah subhanahu wa ta'ala said, and then the promise of Allah subhanahu wa ta'ala came to them. The death come to them. The punishment come to them. Burning in a fire come to them. And then Allah subhanahu wa ta'ala said, nothing helped them when they start burning in a fire. Nothing support them to save them from the punishment. Nothing helps. No wealth. No castles, no houses, no gold, no dollar, no business, nothing. Nothing helped them. So he recited these ayat to Maymun ibn Mahran. And then he passed out. He started crying, he passed out. And then after he woke up, his son, he said, Dad, you've been talking about Hassan al-Basri all the time. This is, I thought he's bigger than that, way bigger than what I see. I know the ayah.
So meaning he didn't do nothing. He just recited a couple ayah to him. They said, and then he said, he recited some ayat. If you understand it, make entry in your heart. Because the ayah say, look at the rich people. And for the years they lived in this life. And then, meaning, what happened after that? What happened to them? And then the promise of Allah subhanahu wa ta'ala reached them. And then nothing of their life, from women, from money, from business, from gold, from dollars, from land, from castles, nothing helped them. Nothing supported them. So if we understand this ayah, then we know what we have to do. We have to know we are missing understanding of the Quran. We are missing understanding of the Quran, كلام الله عز وجل. And then Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, he said, hadith Zayd ibn Thabit, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, whoever worry about the akhirah, whoever worry about the akhirah, meaning working hard for the akhirah, Allah subhanahu wa ta'ala make his life, his all situations organized in his life. He knows what he's doing. He's not walking like crazy. He's not working like crazy. He's not working making money from halal or haram. So Allah subhanahu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, whoever thinking about the akhirah, working for the akhirah, worry about the akhirah, Allah subhanahu wa ta'ala organize his life. All his situations will be clear, will be organized. And then he said that Allah subhanahu wa ta'ala put richness in his heart. The richness, when you feel you are rich in the heart, then you have everything. And when you're not rich from a heart, you just, your eyes just seeing, you want to make, you want to gather, you want to collect, then this is the problem. So he said, Allah subhanahu wa ta'ala put richness in his heart. And Allah made the dunya to come to him by force. By force. And then he said, whoever thinking about this dunya, meaning whoever working for this dunya, he's worried about the dunya, he don't care about the akhirah. So the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam said, Allah will separate, Allah will make, give him a miserable life. Allah will give him a hardship in his life. And some people, they think the hardship coming with no money. How many? Most of the people, they have money, they have problems with their people. They're not together. Most of them. If I say 99.9, most of the people who have money, they are separate from each other. Meaning the parents, the brothers, the sisters, always have problems. And end of the hadith, the Prophet ﷺ said, and he cannot get more than what Allah subhanahu wa ta'ala have right for him. Even if he's working like a crazy, he just thinking about make more money. And he don't know if he's going to eat it or not. So, my brothers and sisters, Allah subhanahu wa ta'ala created us for worship, to worship Allah subhanahu wa ta'ala. To not follow the dunya. And be sure that the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, he said, مَا الْفَقْرُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ. I'm not worried for you to be poor. وَلَكِنْ أَخْشَى أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا. This is the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he was worried. If the dunya become open for the people. كما فتحت كما بسطت لمن كان قبلكم
فتنافسوها فيهلككم كما أهلكتهم. The Prophet صلى الله عليه وسلم said, I'm not worried for you to be poor. I'm worried if the dunya open for you and you're gonna race each other. Everyone trying to make more. And this racing, the Prophet ﷺ said, happened to the people before. Allah subhanahu wa ta'ala destroyed them because of this. And he said, it may destroy you. All this we see, the time is too short, but all this we see in the world is none of it. Beside the weakness of the iman is the dunya. Everybody looking for the dunya. So my brothers and sisters, go back to yourself. Check your heart. Check your actions. Go back to the book of Allah subhanahu wa ta'ala. The Quran came down to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but it's for you. For you. For you. Because any ayah talking about ya ayyuhan nas, you from the people. O people, you from the people. O believers, you from the believers. Inshallah. So meaning, go back to your book. Go back to your book. You receive a letter from a government, you read it. You receive a letter from the parents, from the brothers, from sisters, you read it. You receive a letter from anywhere, you read it. And if you, even if you don't understand some of the speech in the letter, you take it to someone to explain it to you. You not leave even, wallahi, one sentence. If you receive a letter from the government about anything, if you don't understand only one sentence, you're going to take it to someone. If he's not sure, you're going to take someone else. If he's not sure, you're not going to leave it until you know what they're talking about. This is, you know, from a people just like you. Maybe from a people, you better than them. Come from your brother, maybe you're better than your brother. Come from a friend, maybe you're better than your friend. But you worry about the letter. But this risala, this letter, the Quran, is from your Lord to you. You're not scared Allah subhanahu wa ta'ala tomorrow on the day of judgment to ask you, my slave, I send you a letter. You receive the letter from everyone, you open it and you read it. But the only I send you a letter, I created you, I provide you, I support you, I protect you, I give you. And I send you a letter, you didn't read my letter. What are you going to say? What we gonna say to Allah subhanahu wa ta'ala? So my brothers and sisters, still, alhamdulillah, we're still alive. Allah subhanahu wa ta'ala bless you when he give you life today. So think about yourself. Go back to the book of Allah subhanahu wa ta'ala. Go back to the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tanalu al-khayr. Wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.